نطلع فيها نعرف شو فيها نطلع فيها نعرف شو فيها ونعرف إنه عم تحكي عن مالك قلبي ونعرف إنه عم تحكي عن مالك قلبي. ألو نعم نعم مين بتريد؟ علي صوتي أمر شو بتريد؟ نعم هون بيت أبو سليم الطبل شو بتأمر؟ نعم أزعجتني بهالليل ما بعرف شو رأيك الساعة 3 بعد نص الليل شو بيكون هذا شو بيسموه ازعاج ولا ما هو ازعاج؟ طيب مين بتريد؟ لا 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 ماني زعلان ماني زعلان روق يا خي ماني زعلان تفضل يا خي قلت لك ماني زعلان خلاص شو قصتك؟ اطلع لي خلق معيط بالليل العالم نايمة يا خي روق مين بتريد مين بدي؟ اي نعم مين مين فهمان ش ش اي نعم بعرفه لا فهمان نعم 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 ايه لا انا هاش يا خي وينك بيته باخر الشارع شو بياخذني لعنده نعم لك انا هلا بدي قوم روح لعنده عيط لك قل له تيحكي معك على التلفون والدنيا صعقة وبرد برا صبرك يا روح اوف يا خي لقيت حل شو هو بلف حولي بحريم وبروح بعيط لك إلا امر ضروره طيب 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 خليك على الخط وامري لا الله يا عم يا عم اللي قالوا الظاء فضلوه عن العلم ما كانوا غلطانين سبحانك يا رب سبحانك يا رب يا فتاح يا عليم بعد ما طلع الضوء يا عمي لا يقوم هذا في شي مشكل طويل عريض بده اياه لفهمان واحد كمان لازم يكون عنده نطفة عقل عمري لله صبيك صبيك قوم شوف مين لك لو بدي قوم مين بدي توف لك مدري مين عم بدق على الباب قوم شوف مين قالوا حاسوفي انت مين انا يلا دخيلك انا بخاف لك شو بتخاف ما انت بتخافي بلد ولك يا مرأة طيب وبركي كان حرامي شو قالوا لك عني مرحبا بلك انت تحكي قوم شوف مين ما لح قوم فلتيني نام شفت ودي الدنيا عن زهد انا بدي اعرف مين الرجال بهالبيت انا والله انت لك انت اللي تهل بس بدي اعرف مضبوط عن جد عم يدقوا ايه ايه قوم قوم شوف مين
ده؟ والعصاية 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 أي عصاية أي عصاية؟ ولكن اللي كنا نفديات الداد ليش نحن عنا سجاد لحتى يكون عنا عصاية؟ لما قلت لك لنستلي سجادة ما كنت تصدق قلت لي إصوارة أحسن. إيه الإصوارة أحسن. إيه؟ طيب لو عنا سجادة كان عنا عصاية هلا مثل بدي أضربوه. لك شو؟ في العكايزة يلي كنت تستعملها لما كنت فاكش اجرك قوم احملها وشوفني وانا حطها على طاري بعد التخت طب التخت بعد لكن انت بزي قدامي بزي قدامي طب ليش انا قدامك وانت وراي؟ لك مثال اذا كان طلعك ساعة طيب وما انا اعرف كيف بدي اطلع طيب الله يسعدني عليك يلا لسوق لك اسمعيل حتى نشوف مين شوف مين توصلك مين قولي انت قولي مين انا افتحه انا لك تلاشت من البر برا خوف يا عمي هيدا صوت ابو سليم صوت ابو سليم ايه؟ مين ابو سليم ايه ابو سليم ايه لك يا ابو سليم شو هالاسعار هيدا بنص الليل لك افتح الباب ولك افتح الباب بقى خليني فوت لك شو افتح الباب معقوله لك يا ابو سليم توصل فيك الزناخه تخبط علينا بنص الليل هلا شو بتريد نقول لك صباح الخير ولا مساء الخير افتحيله لهالمزعج افتحيله ما في اصدق من هيك هادي هالفتوه لك يا ابو سليم انا بعرف انه من غالي اليوم كنت تفهم اطلاقي بتوي تثقل عقلك شوي بس توصل فيك الزناقة وبهالحالة هيدي الساعة 3:30 تزي تضق علي الباب معقولة لك يا أبو طليم سخل عقلك نتوفة كل هالقد أهبل انت ايه أنا أهبل ولا انت وهذا صاحبك اللي عم يتلفن الساعة 3:30 بعد نص الليل وعايزك ضروري تليفون لقلي أنا ايه نعم تليفون لك كيف جاي أنا وعم أرجف رجف قمت من النوم مرعوب بس تعيط لك قعد عم تتعبى فيي بدال ما انا صرخ وعيط عليك طيب ما قال لك شو بده مني لا ما قال لي كل اللي قال لي اياه انه عايز فهمين ضروره لا يقوم في شي شغله مهمه انا قلبي عليك كنت لوح ما بدي اشوف مين كان يساله شو بده مني ما احسن ما يعذبني اخلي الليل ولوح يا اخي كيف بدي اساله شو بده منك ما دام هو مصر انه يحكي معك لك ابو سليم ما بحب انا تليفونات اخلي الليل ما بحبها لكن انا بحبها طيب شو بتريد نعمل هلا ايه؟ بتريد تروح تحكي معه ولا بقول له ما بدك تحكي معه وخليه يسكر؟ نحكي معه طالما زيد بس ما الله تاني ما تخبط هالخبيط هذا اذعان عالسكت على الوضع العالم نايمة كمان سكر عقلك تفضل تكرا سوف للوقت والله ابو سليم تو فين؟ بشت الباب سكرتها وما جبت معي المفتاح تو يعني؟ شو يعني كيف بدنا نفوت على البيت هلا يعني ما معك مفتاح البيت لا ما جبته معه وكيف بدنا نفوت على البيت تحكي مع الزلمه على التليفون معقوله يا ابو سليم معقوله شو العمل شو عندك طريقه احسن شيء ايه نخلع البيت اي شو تخلع البيت نخلع ونقتله لك هلا ما نروح بهالليل الساعه 3:30 بعد نص الليل ونقعد نطبش ونقرق ونخبط على الباب بيفتكروا الناس شي حدا جاي عم يخلع بيت او بده يسرق او بده يعمل شيء بيطلبوا لنا الشرطه من بيت الليله بالشرطه جوزك لكن بتفلت الزلمه اقعد على التليفون من هلا للصبح ناطرني لحتى احكي معه معقوله تخليها ساعتين ثلاثه على التليفون اوف 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 الايدي شو انا تارك طاقه الحمام مفتوحه ايوه برفعك انا عليا وبتفوت من الحمام وبترجع بتفتح لي انا الباب ومنفوت على معقوله 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 ليك ابو سليم إيه؟ بما انه هلا اصبحيه تعبان انا بعدني فايق من النوم يعني بتلزق شوي وطي شوي احمل لي مثلا توصلني على الباب من يقضي امتي تعبان يا ابو سليم تعبان لا تحملتي طلع الو مين؟ لخي ما عم اسمع علي صوتك مين عم يحكي؟ الو ايوه مين؟ صباح النور اهلا 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 كيف خايفه كيف صحتك؟ تقتلك شو؟ صحتك انا مره
لحظة ولك يا أبو سليم عايب وطي صوتك العالم نايمة ثم ما تفهم ايه تقول هيك عملك سوي عملك لأفتح له لأذني خد أبو سليم اللي حيفيق العالم بتاع 3:30 حطين ايه لحظة ولو لك يا ابني ما بتفهم سخن حالك الساعة 3:30 الصبح عم تضغط وصلك على البواب ولك انا قلت لك فوت من الشباك تفتح لي الباب ولا لا تروح تحكي على التليفون لك ما مشغول فكري بالتليفون بدي اشوف شو القصه تبع التليفون بتصلخ وبتعيط الساعه 3:30 وانا مشغول بالي شو هلو شو القصه بتغلط لي بالي ها لك ما حكيت انا وياك من بيليح انه ماني قادر اطلع اليوم على الصيد ما فيني نروح على الصيد ولك هلا لا ولك تطلع فيي هون هلا فيات من النوم ورحت لعيط لك مشان بدك تطلع انت ومضروب عقلبك صاحبك تطلع على الصيد عم تقول لك يا ابو سليم وطي صوتك طيب لنفهم من الزاد لك كيف بدك تروح على الصيد وانا قبت من النوم وقبت عيط وصريت ما عليك يا خيي فهيم ما عليك على هذا الزنخ ابو سليم لا كله يا خيي منا قاضلين شو في هلا موسم غزلان وود ود وز من زبلنا في 50 وزه حلو بس فيني قاضي هيك ابو سليم اذا بتليد اعطينا هالحليم شوي مطقع شوي عرف كيف توها لا ما تقطعها زدتها يعني كانك عم تقول لي سكر التليفون وامروا عبدكم بيكون احسن اذا بتسكر التليفون او عمهلك خليك عم تحكي على التليفون بس تخلص مخابرتك بتطلع من هالبيت بتسكره بتطمخ مالك خي فهيم مالك على هذا ابو سليم ما عم يفهم علينا انت فهيم وكلك فهم بس هو قليل الضوء ما عم يفهم علينا عربي ايه طيب احكي لي يا ابو سليم دخلك طلب المدفع الامساك طلب من ساعه ونص ضرب ما فينا ناكل لا. لا ما فيك تاكل شو بدك تاكل لا يعني مثلا اذا كنا قلنا لا مالك على 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 اخي ابو سليم ما عندك صيت الله ها لا ما عندي طراحه مخده تغلي نسند حالنا فيها هيك لا مخده ولا طراحه انفل من هون كلك سبعك لك سبعك يا ابو سليم سبعك لا تفشني يا ابني انا تفشتك ما انا بعيد عنك كيلومتر شو تفشتك لكن شو اللي وقعني انا لا عفوا ما فهمت هاي فهيم طلع بيفهم اكثر مني ومنك شو اسمه صاحبه فهيم يا سلام إيه؟ فهيم وفهمان وجاز اثنان اتيس من بعضهم ما في واحد بيفهم مثل التينا إيه معك حق يا فهيم بس ابو سليم ما عم يفهم فهيم عم بيقول أيوة. الساعة حطيل الساعة قلبه هلا 3:30 حطيل قلبه العالم نايمي أيوة. لسو عم تصلخ انت وياه سو ما بتفهموا هيك بدك نسمع كلامي أيوة. سم البدن لا تويخذنا سو بتليد يعني بتليد نسكر التليفون ونقوم نروح يعني بترجاك سكر ونقوم تروح بتلذني أيوة. طيب ما هو بدي احكي يا خي فكر انت مت ما بدك ولا يعني بسطها ايه انبسطت بسطت هلا تفضل يعني انت اللي حتعطينا في طيالة بالتليفون يا ابو سليم تسمح لي بهالحلم تسمح لي فيه شوي؟ تفضل خذه لانه بلدان ما فيني لوح على الطليق انا وبلدان بدون احلام يا خي خذ الحرام وحل عني بقى طالع لا وين رايح من هون؟ رايح بدي نام بدي لوح على البيت وين بدي لوح؟ من هون بيروحوا على البيت من هون بالبيت ايه عفوا لا تاخذني انا صفت زنخين صفت ناس ما بيفهموا بس على قصدك يا ابو سليم ما صفت ولا عيني لقيت لا الفلك الباب مفتوح صفية يا صفية صفية ايه والله المرات والله حيت يمكن الله حتى تسأل عني عند ابو سليم خازني خد ابو سليم خير يا جار شو يسعد لي هالصباح خير ان شاء الله شفت اللي فهمان وين راح لا ما شفته بشو فيني اخذ بيه ما شفته وين راح اجى لعندي لهون حكي على التليفون وراح على البيت يا عمي كيف راح بدون ما اشوفه بتريدي روح دور لك عليه
يعني بكون ممنون كتير. يا عمي عندي شغل بدي قوم بكير. بيروح جوزك بتجي انت، بيجي زوجك بتجي انت. الله يطول لي عمركم، اتركوني اعطوني. تصبحوا على خير. تصبح على خير. ولك تصبحي على خير. عمي وين راح الرجال؟ لك رفيقة؟ وين رفيقة؟ رفيقة؟ وماذا رفيقة؟ ليه؟ وين رفيقة؟ يا رفيقة؟ رفيقة؟ شو هالليلة ها؟ ما بعرف مين؟ أنا. لو شو جيبوا هدا هلأ؟ مين أنت؟ أنا فهمان زي أسكي لك همي. شو في هلأ أنت التانيك ما فهمان؟ لك يا أبو سليم، مسوال هالصيد وقصة هالصيد اللي عمل لي يا فهيم خربت لي بيتي. خير إن شاء الله. لحت على الباب. إيه؟ لقيت الباب مفتوح. إيه؟ ولقيت ملتي من قبل الباب. زعلت وروحت عند أهلك. زعلت وروحت عند أهلك؟ هلأ الساعة 4 روحت عند أهلك؟ ما لقيتها بالبيت. والله حت لكين. وكيف فت على الباب؟ فت على الباب لقيت الباب مفتوح. طيب رجع هلا بتكون ترجع هي على الباب. طيب وين راحت لثيه لحتى تلتحق؟ شو بيعرفني وين راحت؟ كيف تو بيعرفك وين راحت؟ لكن انا بعرف لك. يه شو يه يه ما طبقت الباب والله. شو المعنى؟ يلا هن ساعتين بلتين عندك على الكنبه هون. شو عليه؟ اوف منا منا ساعتين لفوز ديب الاحلام من دوه. ولك يا عمي شو هالمصيبه ها انت ومرتك اليوم هلقتوني فيها؟ لا 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 لا. مين؟ انا انا. انت مين يا عمي؟ انا شفيها مرت فهمان. ايش مرتك؟ تفضلي. ابو سليم دخلك. شفت لي فهمان وين راح؟ ايه ما فهمان. ايش عم يدور عليك هو؟ وينك انشغل بالي عليك؟ وانا انشغل بالي عليك. لحت على البيت ملقى في حالي. وانا عم فتش عليك كمان. وانا عم فتيت عليك. كذب. ايه بالاذن ابو سليم. صباح الخير. تفضلي من اهله. يلا 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 من العلبه والى غطاها. اف حنعرف النيم الليله؟ ما حنعرف النيم. لا 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 لا، هذا فهمين هلا صار بده مشكله. ما راح بفتح لك الباب لو صرت 700 شافه. افتح افتح. جي هذا منو فهيم؟ انت مين؟ انا فهيم. فهيم؟ لك افتح افتح لحتى اقول لك. ساعه عندكم بالليل والله. حضرتك فهيم؟ اي نعم. امل شو بتأمر؟ حزور. لا بدك تقول لي انت شو بتأمر بالاول بدون معذور. ما عرفتني بعد؟ لا 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 ما عرفتك. لك بقى انا من شوي من شي نص ساعه ثلاث ارباع ساعه حكيت معك بالتليفون وطلبت فهمان. انت اللي حكيت معي على التليفون. يا اهلا 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 يا هلا كل هذا ترحيب؟ انا اللي بحبهم كثير هيك برحب فيهم. انا افتكرت عن جد. لا ما عن جد. ممكن لا يعني اذا ما في تقليل. لا 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 ما في تقليل. ادلني على بيت الاخ فهمان. الاخ فهمان؟ اي نعم. على راسي. تسلم. شو 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 اللي بقول لك عباد حبيب قلبي وخي فهمان. صحيح مثل ما قال لي فهمان. شوف يا حبيبي اطلع. نعم. شايف هالبنايه اللي هونيك؟ هلا هونيك اللي عايدك الشمال. عايد الشمال في بنايه هونيك؟ لك ليك البنايه قد الترين مبينه هونيك شايفها؟ ايه يمكن هيدي بنايه هيدي على طرف الشارع. اول باب لا. بتمشي شوي في باب تاني كمان لا. الباب الثالث بتفوت فيه. ايو باب؟ شايف الضو اللي هونيك؟ ايو ضو. لك اللي براس الزروب. ايو زروب؟ أي زيرو؟ ما بتعرف أي زيرو؟ اللي براس الشارع. طيب أينو الشارع منه؟ أو لك شو أينو الشارع؟ بترجيك. أي أي أي
لجاية تاخذ فهمان وتروح انت وياه على الصين. مزبوط. اذا شارع ما انك شايفه كيف بدك تشوف الطريده بقى؟ ما ضروري نحن نصيد، بنتسلى. ها بتتسلى؟ نعم. وليش حضرتك جيت دغري لعندي لهون تسالني على بيت المضروب على قلبك وقلبه اللي اسمه فهمان؟ ما رحت دغري على بيت فهمان؟ على حسب هو ما دلني، لما وصلت لاول الشارع سالت الحارس قلت له وين بيت ابو سليم؟ قال لي هون قدام، دلني على البيت. وليش ما سالته عن بيت فهمان ودلك على بيت فهمان؟ قلت انا، قال لي بيتك اقرب من بيت فهمان. قلت بيجي لعندك وانت بتدلني على بيت فهمان. هيك قال لي الحارس انه بيتك قبل بيت فهمان. وبتعرفني على شخصيتك الكريمه. مزبوط. اتفضل روح روح لعند فهمان. بترجاك الله يخليك، يعني اذا ما في تقلي. ايوه بركي بتروح معي بتكمل معروفك وبتدلني على الباب. والله هي شوف النومة ما بقى محرزة، صارت حلوة كتير اني اجمعك انت وفهمان وشوفكن هالجاز كيف انتو ماشيين مع بعضكن وكيف عم تتفاهموا مع بعضكن وكيف صحبة انتو وبعضكن. بترجيك عم اصدق. لحظة يلا يلا خي يلا ما بقى في وقت. تفضل. أرجوك ها بس ما يكون في تقلي ها. لا 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 وعدكم مزعوم. فهمان فهمان قوم افتح الباب، قوم افتح شوف شوف مين عم بدق على الباب. شو 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 ولك فلتيني نام صبر صبر بدك يا عمي؟ قوم شوف مين عم بدق على الباب خلصني. قوم افتح انت، منك سيفتيني انا نام؟ لك لي نام بيقوم افتح الباب. طيب ما سألك نايم كيف عم تحكي؟ منك سيفتيني عم سخن. قوم افتح الباب. مين؟ انا ابو سليم. اهلا وسهلا. الله معك. وينو فهمان فنده؟ مين؟ قوم لك قوم. مين ابو سليم؟ ايه ابو سليم. لك يا ابو سليم ولك ذوق صفاي ولك ذوق صفاي لتعافدين وما فيك دم ذوق. بتقول العالم نايمه ذوق. ولك قوم اجى الزلمه اللي تلفلك عايزك ضروره. لك انو زلمه يقطعك ويقطع الزلمه؟ هلا وقتك وقت الزلمه فلتني نام. لك يا ابو سليم. لا 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 هي ايه قومي قومي قولي له اجى الرجال مدري شو بده منه وعايزه ضروري. هيدا اللي بيفهم اكثر منك وبتفهم اكثر منه. قوم. مين هو؟ لك شو بيعرفني مين هو هيدا فهيم بهي؟ شو عم تصلك؟ لك منك سيفني نايم. لك يا ابو سليم يا عمي بعرفك انا زنخ بس ملع الدلدات. انا زنخ ولا انت وصاحبك اللي جاي لعندك ايش بدك؟ تعال لي تعال لك يا ابو سليم تعال لي بالبيتي طلعني قدام بيتي. لك لا تعمل هيك بدك شوفي مين قوم مين خلصني؟ ايوه مين؟ ايوه ايه معك حق. انا مزعج، انا من وقت اللي خلقت مزعج لازعج الناس بس. طيب شو بدك هلا فهمني خليني نروح دم شوي. صاحبك اللي تلفه ايه يا حو وقف هون برا عايزك ضروره. وين فهيم؟ ليكو ها فهيم. فضل فضل فهيم حبيب قلبي. اهلا 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 بفهيم يا حبيبي. ما انا فهيم يا حسن. وين فهيم؟ لك يا فهيم وفهيم لك يا اهلا. لك فهيم ولك قام طنطولت يا فهمان. فهيم ولك انا ها حبيبي كيفك؟ كيف صحتك يا حبيبي؟ محلى كيفك؟ بعدني ملوص من النوم. اهلا اهلا. الله انا غطى علي النوم كمان هلا. انا وينك يا فهمان؟ ها اول مره بحياتي بشوف انسان بينام هو واقف. ايه ابو سليم ايه معلش لو سالتك السؤال غليظ شوي. سؤال؟ انت بتسال اسئله غليظه. والله ما تكون زعلت لي خي فهيم. لا لا فهمان بعرفك زنخ ها. ايه فهمان شو ما بدك تروح على الصيد؟ حتروح ولا لا؟ لك يا ابي ازلها هيدي لوقت تاني. هلا منك سيفني والله ما انا مثل ليلي. لا لا لحقنا ولحقت وجيت ما بسوى ارجع. خي معك حق بس هذا الزنخ ابو سليم ما خليني نام هالليله ابدا كل الليل اخبيط ما يحضي. ليه؟ انا زنخ ولا انت وصاحبك الزنخين واسنخ من بعضكم؟ عن مين عم يقول؟ ايو صاحبك؟ علي بالله. ايه؟ ما هو ابو سليم ما بيعرف شو عم يحكي. انه هلا قلتوا لي بدكم تروحوا على الصيد؟ ايوه يابا يعني ضلوني نروح اليوم على الصيد؟ ضروري لحقت وجيت انا يعني ما بسوى ارجع هيك. طيب زبط معك السفوتة؟
ثمانية بالسيارة محطوطين من الفوتة؟ كلهم أبدا ملطقهم مضبوط؟ مزيتهم وكل شيء أبدا. طيب إذا كان بنا زبت معك الزلمة الغلط؟ أكل. يلي بدلهم مطلدة ولا بناخد البطلين؟ لا. لا لا شو؟ هيدي نسيته. لك بتعرف شو؟ نعم. إذا بدكم تروحوا تتصيدوا ولا هالبيت لما حضرتك بتتصيد بتترك حضرته يلم الطريدة. أيوة. ولما حضرته بيقويس حضرتك بتروح بتلم الطريدة. طيب ولك ما بتروح معنا انت على الصيد؟ انا بدي روح معكم على الصيد. انا شو بياخدني على الصيد؟ ما انتوا عازمين بعدكم على الصيد وبكن تروح. طيب يا با جبت لي هذا الدفت الطويل اللي انا بقوص فيه مضبوط؟ اي نعم. تعرف يا ابو سليم كل ضرب كنت اوصه انا وخي فهيم ننزل 40 50 طن. يا سلام. لكن في مره نزلوا 40 منتوفين. ايه كله ما عليهم ريشه. ولك يا عمي اتركوا هالطيور تعيش، بعد في عنا بقى طيور. ما كلت أوصت وراحت وهشلت وهربت. اتركوا الطيور رمز السلام. سليم. اهلا اهلا ابو نصر. كيف الشغل؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. شو مبين لابس كل تيابك؟ كيف رايك بهالطقم يا ابو سليم؟ لا تمام. قل لي ابو نصر شو بدي اقول لك؟ بعدك عم تستاجروا هالطقم ولا اشتريته؟ بالاجار يا ابو سليم. لك بس هيدي غير الطقم، هذيك هذا موديل تاني. ها كيف رايك؟ ايه معقول. ليش ما بتشتري بقى وبتخلص من الاجارات يا ابو نصر؟ لك يا خي هذا حق الطقم بيسوى شي 500 600 الف ليره، من وين بدي اجيبه؟ 500 600 الف ليره طقم؟ بس نصمد شوية مصريات ونشتري طقم. ايه خير، عوين رايح؟ اليوم عندي حفلتين. يا سلام. ما حفلة؟ ايه حفلة منيكل فيها وحفلة منصمده. ايه شو رأيك؟ يعطيك العافية. فهمين عم يجي لعندي؟ ايه لك ذكرتني بفهمين. لك ليش ما بتاخده معك على شي حفلة او بتاخده على الحفلات؟ بدق لك على هالطبلة. شوف يا ابو سليم، هذا فهمين ما خرجوا يشتغل ولا شغلة. هذا ما همه إلا كيف بده يجمع مصاري، بس يشوف من هون ومن هون ومن هون، ما بده يشتغل. انصحته قلت له يا فهمين مشي معي لمرنك على الطبلة، بصير باخذك حفلات وبتطلع مصاري. ما عجبه. ما بده. وبتعرف اليوم عازف الطبلة يا أبو سليم بيطلع أكتر من مدير شركة. بعرف، بس ما عطول بيشتغل، يوم بيشتغل يوم بيتعطل، يوم بيشتغل يوم بيتعطل. لا 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 لا، هلأ على طول في شغل. ها؟ وأنا بستأذن هلأ أبو سليم، تأمر شيء؟ ولك روح موفق يا أبو نصرة. خاطرك. الله معك. ايه مرحبا ابو سليم. مرحبا ابو سليم. اهلا 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 فهمين. اما تلقى يجيب لك معي زبون بيعذب خاطرك مطلب، بس مطلب اصلي. واب قوم. مرحبا تشرفنا. ايه احلى مطلب. ايه واطف سعد. ايوه تشرف. ابو سليم الطبل. يا هلا. احلى محل موسيقى بالمنطقه خيك ابو سليم. يا با ابو سليم. ايه بدك تدبل لي تيعود. أيوة. بس تيعود يكون مرتب وعلى ضوءك. شو يعني؟ يعني يعود في لفع تمام يليق بالمقام. جايبه معك بدك عموله عليه؟ ايه بس لازم تعرف انا لا بدفع عموله ولا بدفع كوميسيون. شو هالحديث هذا لك يا ابو سليم؟ عفوا لا تاخذني خي واطيب. بدي عود ملتب ملتب، فهمت علي؟ تو يكون كويس مضبوط. ايوه بدنا نبيض بسنك. هلا بتاخد عود يا خي واطيب على ذوقك. ابو سليم كويس وبيحب الفنانين. يلا نشوف. ايوه مثل البيانو. هلو تبلي عود كويس. كيف تمام؟ تمام تمام. هو كتير كويس. ده حقه ابو سليم؟ هيدا حقه 15,000، بس لانه جاي معك بدي اعمل له سعر خاص 9,000 ليره.
9000 ليرة. 9000 ليرة؟ أيوة. لا 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 أبو طليم، دبلوا يا طواي، دبلوا يا كرميلي. أنا شو يعني دبره؟ يعني نزلوا سعره طواي. هيك معناته نزل سعره؟ إيه نزل لحد ما فيك، لأنه بدنا نخدمه. ما بدنا نخدمه حتى يعرف إنه عم دافع عنه. أنا شو ما بتلضى ما بيلضى ما بيلضى. وينك؟ أنا ما عندي مانع خليه على هالسعر كرمالك وكرماله، بس إذا بيستاهل هالعود، لأنه هذا العود اللي لازم يشتريه لازم يكون عنده صوت حلو يا خي وطيب، تستفيد الناس. إذا كان عذبك منعطيه حقه، ومن عذبك منشوف غيره. ضلبه طيب. طالع ما تختلطيه، تفضل خذ اللي يحتك وضلبه مضبوط. تفضل. أوه لا يا اللي يعود تمام. هذا العود تمام بجنن بجنن. ايه فاذا نعطيه حقه. ايه اكيد. ايه 11 فهمين هلا قال 9. ايه عندنا ضغط طيب. وثاني هو قال 9 بس احنا خلينا نعطيه 2 زياده حتى كل ما قلنا في منتب بيعطينا اياه. لحظه ابو سليم لحظه. ايه تكرم عينك يا ابو سليم. ايه معلوم ابو سليم اخونا الدات هذول او هذول يمكن 15 15 خد انت هذول الالبان وصبقني انا لاحقك عارف كيف. يلا لا اعطيه حتبه لابو سليم. هلا اشوفك انا. ايه ايه لاحق انا على طول عارف كيف. سليم ايه هيك هاي ستي. ست شو؟ 6000. لشو 6000 حقه 9؟ لك ما انت قلت له انا نزل 6. انا قلت له 6 ولا 9؟ لا قلت له 6 معقوله. لا 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 قلت له انا 9 يا فهمان. انت خذهم كله ما بدي وما بدي شيء. هلا عم تبلع خذهم لحتى تستفاد منه اكثر من معي ابو سليم. خذهم كله ما بدي. خذهم خلاص ما بتوفي يا فهمان. رسميله 8 اكيد بيعوا ب6. خيي خذهم كلهم ما بديهم يا ابو سليم. ها عبدهم يا خيي وخذهم تحت. انا على البق ما بدي شيء. انا بجيب لك زبون حتى انت تستفاد وانا استفدت بكم. لذا كل ما جبت لك زبون تعمل لي هاللي وي معقوله لك يا ابو سليم. لك خودي 5
هلا دهين لعندك واحنا مثلا تغلب تهينا بتغلب تاني بدك نروح معي يا طليم. عوام بدي روح معي؟ في هذا اللي تعوم سلكة النتيجة للخطام. ايوه. طالبين موظف يكون له خبرة ومعه شهادات. له خبرة ومعه شهادات؟ وانت شو دخلك؟ لا معك خبرة ولا معك شهادات؟ ما انا مثلا هاخذي حتى تروح تعمل لي واسطة. انا اعمل لك واسطة؟ مين بعرف لا اعمل لك واسطة انا؟ ملاوي يا طليم انت بتعرف عالم كتير بتروح بتقول لهم فهمان ادمي وصفوه بيوصفوني. خلاص بس انا روح قول لهم فهمان ادمي وصفوه بيوصفوه. هلا مثلا قلت لك انت نحن اللي عندك لك يا طليم ضيعتنا. انا ما بعرف حدا. هذا اليوم شو هيدي؟ هيدي حكمة بتقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يعني اللي فيك تعمله اليوم ما تتكسلن وما تسويه وتنام تقول بكره بسويه، لا اعمله اليوم وبكره بتلاقي حالك كمان انه العمل اللي بدك تعمله بكره معك. كمان ما تاجله لبعد بكره. معك حق ابو سليم، فيك تعيرني هيدي شوي؟ ده شو بدي اعيرك اياها؟ هيدي بدها تكون سيادتي وواسطتي وهيدي اللي بدها توظفني. هيدي بتوصفك؟ ايوه. اذا كان هيدي هي بتوصفك وبتعمل فيها انا ما عندي مانع. محلي فيها. تفضل. وبلا تدلك ايه بعد كام يوم. تفضل. يسلموا هديت. يلا خطلك ابو سليم. تعال. تفضل. وين خط المصريات؟ ما عم تقول بدك مصرياتك؟ بدي 9000. 9000 اعطيني 1000، معك 1000. لشو بدي اعطيك 1000؟ يا اعطيني 1000 بصير بدك مني 10 فرد مالله من حظك فيهم. ايه؟ بصير 10. 10 ايه؟ 2 3 وهي 4 هي 1000 ليرة. خلص انا 6000 بطلب بعثك اليوم. بكيف 6000؟ وأرجو بعد انتهاء هذه الرسالة أن يكون ردك فيه الموافقة. الأمضاء شريف شرف. أنس نوال، من فضلك ممكن تقريها من الأول؟ حاضر. عزيزتي نون، أتقدم لحضرتك بتحديد موعد لمقابلة أهلك الكرام لبحث موضوع طلب يدك الكريمة. صح. وإني مستعد أن أحضر إلى داركم العامرة لمقابلة والدك المحترم في أي وقت ترونه مناسبا، وأرجو بعد انتهاء هذه الرسالة أن يكون الرد فيه الموافقة. الإمضاء شريف شرف. أنسة نوال، شو رأيك بالرسالة؟ لا بأس، منيحة. يعني موافقة على شو حضرة المدير؟ على نعم أمر؟ حضرة المدير موجود؟ شو بتريد منه؟ أنا عاوزه شخصيا. فيني أقدر أعرف بشو فيني أخدمك أنا المدير؟ أهلا 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 وتعالى أهلا أهلا. ألو؟ نعم. لا لا تشتري، خليها لبكرة، يمكن يغلى السعر بكرة. طيب يا أخي، أنت بتاخد أوامرك مني، ما بتسمع شو بيقولوا؟ في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ما بتشتري إلا لمن أنا بقلك. مع السلامة. شو مبين انت ها؟ ما أنا ناطلك قبل كلتي اسمح لي حضرة المدير حتى ما تزعل مني من أول مقابلة. أنا سألت الحاسب بالله على الباب، قال لي المدير موجود. قلت له وين حضرته؟ قال لي قال السكرتيرة. رحت سألت عن السكرتيرة، قالوا لي السكرتيرة موجودة عند حضرة المدير، فأنا سلفت لعندك مثال أمل صغير. فيني أعرف شو سبب هالزيارة؟ أولا كيفك؟ كيف الصحة؟ كيف العائلة؟ كيف ولادك؟ أنا مني مجوز. عقبالك. حضرة المدير أنا قليت عندكم بال بهيدي الزليدة كاتبين بدكم موظف محترم. ومين قال لك انه طلبات الوظيفة موجودة عندي هون بالمكتب؟ روح شوف المحاسبة. ما انا خصوصي زي عندك حتى تكون انت واسطتي، وانا اكيد انك حتكون مبسوط مني كتير. انت شو بتعرف تشتغل؟ كلسي كلسي. وين كنت تشتغل قبل هلا؟ استغلت عند تاذ القماس محترم كتير 15 اليوم، بعد ال 15 اليوم فلت وسكر. وغيره؟ استغلت فلكة نظرة في 10 ايام قامت احتلقت. لطيف يا حفيظ. واستغلت بمطعم، مطعم كويس كتير، 4-5 ايام قاموا سمموا الزبونات وسكروا المحل. وبعدك واقف قدامي هون؟ اتفضل ضل برا. حاضر حاضر. وقف برا. حاضر حاضر. شو قلتي لي انسة نوال موافقة؟ على شو حضرة المدير؟ على
على كل حال خلي الرسالة معك وادرسيها مظبوط وبعدين بتجاوبيني. حاضر. تفضل. شو عم تعمل هون؟ ناطلك لتخلي تعوضك بكلمتين حضرة الموديل. ما بيسوى حضرتك انت كل شيء تشتغله بايدك، لازم يكون عندك موظف يدير باله على مصلحتك حضرة الموديل. مثل شو يعني؟ يعني مثلا بدك تروح مشوار، بدك تعمل شغلة، بدك تعمل لك لواية، لازم يكون في شخص مهتم بأمورك كليا. صح ام لا؟ انت في معك شهادات؟ شهادتين، شهادة صحية وشهادة سواقة. شو اسمك؟ فهمان ابو الفهم. مبين بدك تجيب لي افادة حسن سلوك من محل ما كنت تشتغل سابقا. ايه انا عندي شهادة اهم من هالشهادات كلها اللي عم تطلبها. مثل شو يعني؟ تؤجل عمل اليوم إلى الغد. يعني اليوم لازم أعزمه. مين هي سيد خليل؟ أنا أبلغ بي. ألو نعم واتصلتك شوي. أيوة أنا سكرتير المدير. لك أنت مين قالك رد؟ عفوا سيد خليل عفوا. ألو نعم، لا شخص عندي هون بالمكتب. نعم اشتري يا خي، ما تغير منهاج، اشتري لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، اشتري وانا المسؤول. مع السلامه. قلت لي شو اسمك؟ فهمتني. روح على قسم المحاصره خليهم يعملوا لك ملف باسمك وانا هلا بتصل فيهم بالتليفون وبحكي معهم. ممنونك يا حبيب قلبي. ممنون. فهمين اتوظف بالشركة. طيب يا أبو سليم، وعلى شو اعتمدوا ووظفوه؟ اعتمدوا ووظفوه على الحكم اللي أخذها من عندي من هون، يلي بتقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. تعرف يا أبو سليم؟ ايه. وأنا كمان عملت بحكمتك. شو؟ نايف وقت اللي كان حامل العود اللي عنده بده يبيعه. ايوه. قلت لي اشتريه يا أبو نصر اليوم، قلت لك لا خليه لبكرة. ايه. قمت رحت واشتريته. أنا اشتريته ورايح شايفني نديم. أيوة. قال لي هيدا العود اللي اشتريته من نايف؟ قلت له أيوة. قال لي بتبيعني هو وبتاخد عليه مربحك 3000 ليرة؟ قلت له مبروك عليك، ربحنا 3000 ليرة. شفت؟ لو اجلت اشتريته لبكرة كان راح هو اشترى. فإذا الإنسان اللي فيه يعمله اليوم ما يأجله لبكرة. صحيح يا أبو سليم. مرحبا يا أبو سليم. أهلاً. مرحبا يا ابو نصلة. اهلا بفهمان افندي. كيف صحه الشباب؟ تمام. سعد انه ما في احترام، قوم وقف وقول له لليس فهمان تفضل ارتاح. تأمر يا ريس فهمان. تفضل ارتاح يا ريس فهمان. شكرا ومبروك الوظيفه. ممنونك كتير يا ابو نصلة. الحقيقة أنا وظيفتي كتير معقولة بالسلكة يا أبو سليم. من بعد أملك لا تخدمها. حاضر ارتاح. كيف طمني مبسوط بهالشغل؟ طبعا مبسوط كتير. يعني بدك تقول بالسلكة في المدير. أيوة. وتاني واحد بالسلكة كلها تفهمان وبعض. يا سلام، مش معقول. طبعا يا سلام. ودخلك شو عم يحسبوا لك معاش بهالشركة يا فهمان؟ باخد أنا والمدير يا أبو سليم تقريبا 200,000 ليرة. أوف، أنت والمدير 200,000 ليرة؟ طيب شو بتاخد أنت وشو بياخد المدير؟ قول مثلا يعني أنا باخد 4,000 ليرة والمسكين بياخد الباقي. بعدين طبعا مضحك انت وياه. لا مشى خفي فلا. بعدين ابو نطلة بيبعتني بغلاط كتير، انا زبلويون. ايوه زبلويون. شو بيبقى معي مصالي؟ ايه بيقول لي خليهم. يعني بتصمد له اياهم يا فهمان؟ بتصمدهم؟ لا باخذهم لالي. بخشيش يعني؟ طبعا بخشيش. لكن شو الحياه يا ابو نطلة، انا عم بسعلك بحفله بس عطيل. ايوه مع مين عم تسعالي؟ مع الموديل، كونه أنا سيف لك يا حاطت عينه على السكرتيرة بده يتزوزي. نعمل له حفلة؟ حفلة عطيل. قداش بدك تاخد إذنك؟
بدك تعطيني نصي يا خي. نصه نصه بس جيب لي الحفله لعيونك. طيب هالكام يوم يا ابو نطلان؟ ماشي الحال. بتقبل فيها ابو سليم؟ لا بدي سلامتك بس يعني بدون يعني. انا محترم كثير لانه بتعرفني ادمي دغلي نصيد بعملي كويس تمام. انا بعرفك انك انت انسان بتمشي هاك هاك لتوصل. الحديث معك منه نافع يا ابو سليم. خاطركم ما تنسى فهمان افندي. ابدا هاي كلمة افندي بدي اتفرج عليها 5000 دولار. شو هالفهمان يا ابو سليم هيدا؟ لك منيح منيح اللي اشتغلوا وارتحنا من مشاكل وبعض. اخ لو بعرف اقلا بس لعلي بسطيهم هالولاء. ما بعرف اقلا. ادخل. مرحبا. اهلا. شو ما شرف حضرة المدير؟ لو طلب حضرة المدير كنت صرته هو فات. في هالملفات قل له انه امين جابهم. اها الله ما لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. حضرتك ايه؟ ايه هيدي انا جايب له اياها. كلك زور. ليك انت حضرتك هون بتشتغل محاطب ما هيك؟ تماما. الدار تقريبا انا حب الدنيا يعطوني بالسهل. المدير بحدد المعاش. الو. نعم مين بدك؟ هون مكتب المدير يا حبيبي. شو دخل امين؟ السيد امين بمكتبه. الو مين سعيد؟ ليش عم تلفن لهون؟ طيب خلص بكره بجيب لك المصريات بس ما بقى تلفن لهون. ليك بس اعمل حسابك انه هي اخر مره بتعامل معك او بتضايق منك. مع السلامه. عذب عذب بالله حكتيل بس القصه هذه شو هي؟ اهلا 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 عذب مدير. اهلا وسهلا. اتأخرت من الساعة. روح معنا دولاب على الطريق. ما بقى تعيدها مرة تانية. شو عم تقول؟ عم قول لو كنت أنا معك كنت أوام صلحت لك الدولاب وزيت أوام مع صلحك. مين جاب هالملفات لهون؟ المحاسب أمين. روح اندهلي لألو. حاضر. شفته اخذ شيء من الخزنه ما عرفت شو هو وراح. والله ما بعرف. نعم حاضر المدير عايزنا. تفضلي. حضرة المدير الانسه نوال عم تقول سيفته لامين فتح الخزنه ومكيس واخذ منه وضع للكيد. شو اخذ يعني سنوال؟ ما عرفت شو اخذ حضرة المدير. فهمان؟ نعم. انا مشغول كتير ما بدي حدا يزعجني. حاضر. فهمان وين نوال؟ عند المدير. طيب عوين رايح؟ لعند المدير. ما المدير موصى انه مشغول شوي ما بده حدا يزعجه. ما انا كمان عايزه بشغل. اتفضل اخو. اتفضل. خلي ادخل. الله معك حضرة المدير. اهلين. شو في يا خليل؟ شو في يا خليل؟ حضرة المدير بدي سلفي. بدك سلفي؟ روح على المحاسبة. السلفي كتير شوي لانه بدي. شو بدك؟ بدي اتجوز. مبروك. ومين هي صاحبة الحظ السعيد؟ نوال حضرة المدير. نوال؟ شو أنا فاتح مكتب زواج هلا ولا مكتب شركة؟ اتفضل اطلع برا برا. وانت يا نوال كيف بتقبلي تاخدي شخص لا قادر يأمن لك بيت ولا فرش ولا يأمن لك كل أسباب الراحة؟ حضرة المدير ما هلأ نحن رح نخطب خطبة بس. لا خطبة ولا زواج. روحي على شغلي. لو يا حضرة المدير لو ما بيطوى واحد مثل حكاية هذا اللي اسمه خليل يسمن لك بدنك هيك ما بيحلل. موظف فاشل. طبعا انا عم فكر اني اطرده وانا لحلوح بلغه من هلأ انه مطلوب. شو قلتي يا نوال؟
ما بعرف، أنا رأيي لازم نطول بالنا شوي. لا يا نوال، اليوم ما قريت الشعار عند المدير لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ معك حق. لوام غسل عالمأزون وبهالسرعة. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حلو، تفضل. نوال، نوال لكم لك تلقن يلوحوا لها بلا نظهر. حضرة المدير راح يتأخر. لا ما بقى اللي يزي، اسمعت اللي تبدك منه فيني ياخد مكان مسي. هلا بيزي المدير ما بيطول، في مسألة خاصة بيني وبينه. مين سميح؟ تفضل طمني كيف هالشغل؟ حضرة المدير العمال بدهم الزودة. زودة شو؟ غلاء المعيشة. على كل بعد أسبوع في عنا اجتماع مجلس إدارة منخليه ينظر بمطالبهم. حضرة المدير العمال إذا ما عطيتوا المطالبهم وزودة ما حيشتغلوا. أنا بعرف أنه بكلمتين منك بيقدروا يمشونا هالأسبوع هلأ لبينما يجتمع مجلس الإدارة. ما أنت بتقول عندك لا تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ يا عمي ليش الناس عم تنظر لهالحكمة بمنظار غلط؟ غلط صح. أنا تسمح لي العمال إذا ما أخذوا مطالبهم عبكرة ما نازلين على الشغل. خاطركم شو عم بيصير بهالشركة؟ ألو. نعم ألو. نعم أنا المدير. مين؟ والد الموظف؟ يا أخي عندي كذا موظف. أي موظف منهم؟ أمين؟ أنا بدي أعرف بس كيف سميته أمين وهيدا واحد لص حرامي. نعم؟ غلط؟ أخذن أرضى. أنا ما بعرف كيف موظف بيقرض نفسه بدون ما يراجع المدير. خلص غلط وما بقى يعيدها؟ وشو اللي بيضمن لي؟ أنا السبب؟ بشو أنا السبب؟ الحكم اللي عندي بتقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد؟ بكون أنا السبب؟ قل له ما يورجيني وشه بده يرجع الفلوس على آخر قرش. مع السلامة. طب وبالك حضرة موديلات عم تنبنى كل هالقد؟ لغط ما يصير لغطة. ألو. نعم نعم. ما ترد أنت على التليفون. حاضر حاضر. ألو. فريد. شو؟ أبرافو ربحت الشركة 10 ملايين؟ إبشارة حلوة. شكرا. أنا لما نبقل لك على شغلة بكون درسها مزبوط. طبعا هذا الشعار اللي عندي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد هو كان السبب. لا لا أنا تبقى بتصل فيك إذا جد شيء. مع السلامة. كيف تفتلي هالتعال حضرة المدير؟ تفضل تفضل عاد محلي كمان. لا انت هالتعال كيف تفتلي هالتعال؟ الو. نعم. ما ترد على التليفون. حاضر حاضر حاضر. الو. اهلين انسه نوال كيفك؟ كيف؟ تجوزتي؟ مين تجوزتي؟ الموظف خليل ما غيره؟ معقول؟ وما ناوية بقى تجي عالشغل؟ هيدا معقول؟ هيدا معقول تعميك يفرش لك بيت ويأمن لك كل أسباب الراحة؟ بتحبوا بعضكم. لا سلامتك. مع السلامة. طلع لك شوي. لا لا حضرت موضي ما حضرت. قرب لهون شوي. لا لا حبيبي. نعم هيدي ما بتعرف تقراها انت ما هي؟ لا ما بعرف اقراها. انا حخليك تقراها. فرجيني عودة كيفك. لا تورجيني وشك والشركة ما ابدا. خذ الحكمة وعلق لي اياها بلافتك مليح. يا عمي
ليش هالناس فسروا هالحكمة كل واحد على هوا غايته إلو؟ ما الحكم هاي عملوها لحتى الناس تقتضي فيها وتمشي عليها؟ مثلا مثل حكمة بتقول من سار على الدرب وصل، من جد وجد، من راقب الناس ما تهمن، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. شو القصة ما بعرف. شكرا على